ضيف الحلقة اليوم فنان كويتي شاب، صوته حلو وحضوره حلو وأجواءه دائما حلوة، لكن اليوم راح يكون معاي في حوار مختلف جدا. راح نتكلم عن أمور أول مرة نتكلم فيها، فيها زواج وفيها حب وفيها عشق وفيها كلام ينطرح لأول مرة. اليوم راح يكون معاي في الصميم منو؟ عبد العزيز لويس. الفنان عبد العزيز لويس، مساء الخير ويا هلا، مرحبا فيك معاي في الصميم. مساك الله بالنور حبيبي، ومساء الله المشاهدين اللي قاعد يتابعون البرنامج. اليوم يقولون من اللي سامحت جرحه؟ سامحت الناس اللي ما عرفوا قيمتي، الناس اللي اعطيناهم وما ردوا الجميل، الناس اللي ما عاملونا بالمثل مسموحين. هذول عزيز مجروح؟ ما في احد يعني انا دائما اقول ان الابداع ينولد من الجرح. الجرح يخليك تشوف الامور في ناحيه ثانيه او من ناحيه ثانيه. طيب اليوم انا ارجع الى اسامي اغانيك، شويه دائما كلها فيها حب، يعني حبيته لو ما حبيته، يعني وايد كلها فيها حب وعشق. اليوم ما نوصف ان عزيز عاشق؟ ما في احد مو عاشق. انا اتكلم عن العشق، العشق العشق اللي هو ريال يعشق مراه. اكيد انت حاليا عاشق؟ ان شاء الله. ابي اجابه واضحه. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني نقدر اليوم نصرح نقول عبد العزيز عاشق؟ الحمد لله. والاغاني هذه اليوم تحس فيها حق احد او توصلها حق احد؟ كل الاغاني دكتور اللي نزلت، نعم، اللي انا غنيتها او اللي كتبتها ولحنتها، نعم، او اللي لحنتها، نعم، لفنانين ثانيين كلهم انا عايشهم. وهي يعني مو كل الاغاني انا اعتمد على الحب، لا، انا اعتمد على الحاله اللي قدامي، او الشيء اللي بقوله، او الخمس دقائق اللي باخذها من وقتك، او الاربع دقائق اللي وانت قاعد تسمع شنو بقول لك، شنو بوصل لك، شنو حجم المعاناه او الفرحه اللي انا فيها. هذا اللي يهمني اكثر من انه اذا انا كنت حاب ولا كاره. طيب اليوم الرغم الصعب كلمه دائما تحطها وهاشتاج عبد العزيز لويس في اي سنجل ينزله، اليوم الناس خلت ان هذا ثقه ولا غرور عند عبد العزيز؟ مو غرور. نعم. والله يبعدني عن الغرور. ولاني انا يعني دكتور تدري شنو قمه الضعف بالنسبه لي؟ نعم. انك تنغرب شيء مو لك. يعني الالهام والابداع والتميز والنجاح هي من وين؟ من الله سبحانه. صح. نعم. هذه هديه من الله، هذه نعمه من الله اللي يعطيك. الالهام نعمه من الله والنجاح نعمه من الله. فلما تنغرب شيء مو لك وتشوف نفسك على الناس اللي هي رفعتك من بعد الله سبحانه بشيء ايضا مو لك، صدقني ممكن بيوم وليله يروح منك. صحيح. وانت اتوقع مريت على وايد فنانين ناموا نجوم قعدوا حالتهم فوق تحت. طيب عزيز بنتغل معاك اليوم، بدش شويه بالمشاكل. ما في مشاكل، بس في الحفل الاخير اللي كان في قاعه الرايه تحديدا صار في مشكله مع المتعهد. اليوم ودنا نعرف التفاصيل الحقيقيه في ايجاز بن عبد العزيز لويس. التفاصيل كالاتي. دكتور انا ولو ان انا يعني مو غرضي من الفن او اللي قاعد اسويه 100% مادي، ولكن الماده مطلوبه عشان اقدر استمر. نعم. وخصوصا ان انا ما عندي شركه انتاج، اغاني كلها من انتاجي. فاتفاقي مع اي شغل يجيني انه نص قبل عند توقيع العقد. نعم. ونص قبل لا اصعد ستيج. نعم. وهذا حال اي فنان او اي مغني او اي بني ادم يؤدي وظيفته. فكان هذا الاتفاق ان استلمت نص قبل الحفله ونص قبل لا يصعد الستيج. نعم. وانا متواجد بالحفله من الساعه 8. نعم. انا قاعد ادرب داخل على اساس ان انا اصعد الساعه 9 والحفله تبتدي الساعه، استغفر الله، اصعد الساعه 10 الحفله تبتدي الساعه 9. اول مطرب صعد الساعه 11. نعم. وانا هذا كله قاعد داخل كنت قاعد اسوي بروفات ولا كانه صاير شيء ولا اهتميت حق اي شيء. طيب. ابركز باللي انا جاي اسويه. صارت قدامي افلام ونطرت محامي الفرقه اليمنيه ولويا وصعدت الستيج وانا اربع ساعات. يعني اليوم كان مشاكل كبيره حتى اليوم في التوقيت اللي كنت متفقين عليه تصعد فيه المسرح. في كل شيء. نعم. في كل شيء. اربع ساعات انا مندمره نفسيتي. نعم. والله مندمره نفسيتي. صحيح. بس فكرت ان الناس اللي تحت جايه ما لها ذنب. نهائيا ما لها ذنب بشيء. نعم. اليوم يعني هناك من ردد بالنهايه الاجر هذا حقك، ولكن هناك من ردد ان عبد العزيز لويس رفض انه يغني الا لما يستلم اجره. لا، والدليل اني صعدت. نعم. بس هذا شيء متفق. اذا اقول لك شغله، قول. انا واحد
أشيل مسؤولية نفسي، بعتبر نفسي دشيت مكان وصرفت هذا، بعتبر نفسي سافرت 3 أيام وقطيت المبلغ هذا على سفرة ورديت. إنزين في فرقة فيها 13 شخص، في ناس منهم عندهم بيوت، في ناس قاعد يصرفون على أسرة. طب لو أنا فكرت بنفسي وأنا صعدت 13 شخص هذول شلون يستلمون أجرهم؟ لأن الفرقة المستلمة أجرها. فهذا الشيء اللي خلاني أطق بريك. فأنا أول كلمة قلتها إذا الفرقة صعدت أنا حاضر. على طاري الحفلات برجع ويا شويه ورا 2013، الحفله اللي سويتها روتانا إيه؟ تذكرها؟ اذكرها طبعا. ما كانت موفقه بالنسبه لك؟ لا نهائيا، لا لي ولا حق اللي معي. طيب هل الامر اليوم وصل الى الدموع ما خلف الكواليس وانك قررت انك تعتزل وتتجه الى التلحين فقط؟ لا لا لا، مو لهالدرجه، ولكن اللي صار ضيق خلقي. نعم. خصوصا ان انت في البدايه، ودائما في البدايه في العالم اللي احنا نسوي حق نفسنا، نعم، نعتقد ان البدايات دائما سهله ودائما حلوه. اي عالم؟ وإن انا العالم اللي احنا نتخيله، العالم اللي احنا نعيشه، نعم، في خيالنا، نعم، ان دائما البدايات حلوه ودائما احنا كيت واحنا بنسوي كيت في البدايه. لما نعيش الواقع نكتشف ان البدايه جدا صعبه، جدا صعبه. نعم. والتقليل يجرح، التقليل يجرح. يعني قول انك ما تسمعني، احترمك، ولكن لا تقلل تعبي ولا تقلل جهدي ولا تقلل الوقت اللي انا قاعد اهد ربعي واهلي فيه عشان اقدم حق الناس شيء يمكن يغني 5% من المشاعر. واجهت هذا الشيء بقوه من الحفله؟ نعم. قليل للامانه. نعم. يعني ما شفت الاهتمام مثل ما شفته بالحفلات اللي قبلنا. ادري ان اللي قبلنا نجوم صف اول، نعم، واكيد لهم تعامل خاص، نعم، ولكن يعني إذا أنا ما تدربت على هذا الموضوع من الحين وما شفت هذا الشيء منكم من الحين ما راح تعود عليه لقدام. طيب عزيز، أنا بسألك سؤال شوية ويتطلب هذا السؤال قول صراحتك، لأن الموقف هذا يمكن أنا يوم وصلت لي هذه المعلومة حبيت أتأكد منها. اليوم تسمع معلومات تتأكد منها من صاحب المصدر. في السار أكاديمي في حلقة كاظم الساحر، أي، يوم درى أنك كويتي خذ موقف، خذ موقف هو أو أنت خذيت موقف لأن التعامل ما كان تمام، مدى صحة هذه المعلومة؟ مو كذي الموضوع. الموضوع هو أنه كان أول ضيف في البرايم فنان كاظم الساهر، فأنا كان يعني وقتها كان في تحفظ يعني في بلدي من هذا الفنان، وفي اختلاف عدة آراء، وفي اللي معه واللي ضد. وأنا مؤمن بأن الفن بعيد عن كل هذه الأمور، ولكن أنا كنت في يعني في هذا الموقف وفي ستار أكاديمي كنت خايف، ما أعرف شلون أتصرف، وما بي من أول برايم تصير لويا ولا يصير علي، خصوصاً إن والدي لا وضعه ولا اسمه ولا مكانته، وأنا نفس الشيء وهذه بداية. فأنا قلت إني منعوني من هذا الموضوع، مو علشان شيء، أتشرف وكاظم الساهر يزيد أي فنان يتعامل مع نجاح ويزيد شرف ويزيد، لكن أنا خايف من هذا الموضوع. خايف من ردة الفعل ممكن تكون. خايف من ردة الفعل هني. نعم. فعشان كذي تحفظت شوية وطلبت منهم إني أنا أمتنع، إني أنا أغني. طيب. الخلاف مع الأنين ما زال ولا؟ لا 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 لا، لا حبيبتي. طيبة. ووايد أحبها. سحابة صيف وعدت. سحابة صيف وعدت. نعم. وأنين هي يعني الله يعلم هي إيش كثر غالية عندي. نعم. والناس اللي حواليني دكتور تدري انا ان هي من الناس اللي يستفزوني فنيا 100%. يعني لما يصير فيني فتره، احيانا تصير في فتره خمول ان ابي اسمع شيء مستفز، بسمع شيء جديد، اول شيء شغل البوم الأنين، من اول البومات اللي شغل البوم الأنين واسمع وتحرك كل ما فيني. يعني صدق باللقاء هذا انت وعد قلت لي دكتور وانا مو دكتور، الظاهر شخصيه دكتور علي حسن مأثره فيك. ها انا اسف. طيب اسالك سؤال يتعلق شوية نوعا ما شخصية ونقول عام، متى نفرح فيك؟ قريب جدا بإذن الله يا رب. المعلومة تقول انك خاطب. ان شاء الله يا رب. انت كله تقول ان شاء الله وانا عم بالله. ان شاء الله يا رب اكيد. ما خاطب ولا مو خاطب؟ خاطب. ممكن نعرفها؟ تعرف منو يعني؟ لا ما اقدر اتكلم لحد ما يتم كل شيء رسمي، وعد دعوتك توصل لي عندك. هي شخصية عامة؟ لا. المعلومة تقول دكتورة.
لا لا الحين ما في ما يعني ما راح اصرح على اي شيء الحين لحد ما كلمه دكتوره غير صحيحه المعلومه غير صحيحه اكيد هذه الامور ما يعني ما اقدر اجاوب عنها لسبب خلي يتم الموضوع ان شاء الله على خير وعد راح ارد هني البرنامج مره ثانيه وراح اقول واذا مو هني البرنامج بسنابك في سؤال راح تلقاه او شيء راح تلقاه في تليفونك احنا عندنا فقره الاخيره اسمها خط احمر في شيء راح تلقاه بتليفونك بالواتساب شوفه اذا حاب نتكلم عنه وما نتكلم عنه تفضل طبعا شو اللي شفته بالواتساب صوره ابوي اخر مره شفته متى من فتره لانه مسافر يعالج ورد قبل رمضان نعم. اسبوعين ورد سافر مره ثانيه ولحد الحين هو برا الله يشافيه ان شاء الله اللهم امين زعل عليك في يوم من الايام زعل شايد اي ذاكر متى اي اذكر لما كنت ادرس هندسه وسحبت اوراقي من غير علم اي احد ورحت قدمت على المعهد العالي للفنون الموسيقيه هذا الشيء زعل وايد زعل وايد وانا زعلت لانه هو زعل انا ما زعلت عشان سحبت اوراقي انا مؤمن بان اي شيء ناجح افضل من اي مسمى فاشل يعني شو الفايده انك انت تكون مهندس وانت مو حاب دوامك وكاره الوضع اللي انت فيه ومو مستقر ومو ناجح ومو مبدع مثل الروبوت قاعد تروح تسوي شغله اللي عليك وترد بس لما تكون انت شيء انت حابه راح تبدع فيه ما في حدود لحلمك وطموحك واجتهادك وابداعك اليوم هو راضي على اللي انا سويته وهو شايف ان انا دائما انا مرتاح فالقرار اللي انا سويته هو صح وقتها ما كنت يعني ادري ان راح يصير كل هذا او المكان هذا اللي راح اوصل له لكن الحمد لله يا رب انا بني ادم علاقتي بالله جدا كبيره الحمد لله ومؤمن بالله ايمان والله ان لو الناس كلها اتفقت انها تضرني ما انضر اذا الله كاتب لي نجاح واذا الله كاتب لي توفيق وانا مؤمن بان النجاح عده عوامل النجاح مو بس اغنيه حلوه وصوت حلو وايد اصوات حلوين قاعدين في بيوتهم النجاح وايد اشياء مرتبطه ببعض نيه صافيه قلب ابيض مسوق شاطر فكر شاطر اغنيه حلوه صوت مقبول وحس صادق والصدق هو سيد كل الامور اكيد طبعا فهذا يعني كل هالامور جت على بعض وراضت ابوي الحمد لله يا رب الحمد لله عبد العزيز الويس شكرا لحضورك شكرا لك شكرا لرقيك شكرا للاعداد الرائع شكرا لكم انكم سمعتوا الناس اللي الناس تبي تسمع شكرا من كل قلبي ساعه مباركه ساعتك ابرك يا حبيبي نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في الصميم وضيف جديد